هذا المشهد تكرر 18 مرة. سعد الحريري من جديد في زيارة إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس اللبناني ميشيل عون. الهدف كما في المرات السابقة بحث تشكيل الحكومة المنتظرة منذ 7 أشهر. رئيس الحكومة المكلف قال إن عون أرسل له تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي فأبلغه رفضه. لكن مع الأسف امبارح أرسل لي تشكيلة كاملة من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب مع رسالة بيقول لي فيها أنه من المستحسن عبيها. هذه غير مقبولة لأنه الرئيس المكلف مش شغلته يعبي أوراق من حدا، ولا شغلة رئيس جمهورية يشكل حكومة، وثانيا لأنه دستورنا بيقول بوضوح الرئيس المكلف بيشكل الحكومة ويضع الأسماء بيتناقش بتشكيلته مع فخامة الرئيس. الحريري قال إن الرئيس اللبناني مصر على الثلث المعطل في التشكيلة الحكومية، مؤكدا أنه سيترك الحكم على التشكيلة المقترحة للبنانيين. لكن الرئاسة اللبنانية ردت على الحريري وقالت إن الرئيس ميشيل عون لم يطلب الثلث المعطل في الحكومة، وإنما قدم وثيقة منهجية فقط. 7 أشهر وما تزال آمال تشكيل حكومة الحريري ضئيلة جراء عمق الخلافات بين الأطراف السياسية، وهو صراع يتكرر مع كل مساعي لتشكيل حكومة جديدة في لبنان. تستمر الخلافات السياسية في وقت يستمر فيه الاقتصاد في الانهيار منذ 1.5 عام، وهو ما أدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.